السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد سليم في برنامج اساس شديد وسليم. الحلقة النهاردة عملي، هنشوف مع بعض الطرق المختلفة لاختبار زمن النسف. Reading Time Test Method، تمام؟ هنتكلم على ثلاث طرق. الطريقة الأولى طريقة Ivan Method، الطريقة الثانية Duck Method عن طريق الفينجر تيب، الطريقة الثالثة Duck Method برضو ولكن عن طريق الإير لوب. تعال بينا نبدأ. الاختلاف الأساسي ما بينهم هو مكان الشكة وبالتالي حساسية ودقة الاختبار. ايه الهيستوري اللازمة اللي انا ممكن اخدها من المريض قبل التحليل؟ اسأله عن اي ميديكيشنز بياخدها، الادوية اللي بياخدها، بياخد اسبرين او اي حاجة فيها سايكل اوكسجينيز انهيبيتورز، تمام؟ بياخد اي حاجة انتي بليتلت، بياخد اي انتي كواجولنت، عنده اي هيموراجيك ديسوردرز، هو هيباتيك؟ كل ده proper history لازم تاخدها من المريض. يلا ندخل على التحليل. قبل ما ندخل على التحليل تعالى نتفق على نقطتين. النقطة الأولى ان انت لابد يكون مرتدي أدوات الحماية الشخصية المناسبة للتحليل ده، personal protective equipment زي الجلوفز واللاب كوت بتاعك. تاني نقطة هنتفق عليها وهي اني استعمل او احط على مكان الشكة كحول، الكحول او اي انتيسيبتك. دي عملية بقى ايه؟ تطهير ولا تعقيم؟ برافو عليك، دي عملية تطهير disinfection وليست عملية تعقيم sterilization. طيب هو لازم التطهير؟ اه طبعا لازم، علشان اقلل واعمل minimization لاي ميكروب محتمل ان هو يدخل في الشكة ويعمل infection. وخد بالك يا صديقي، لازم استنى الكحول ان هو يشتغل، ياخد الكونتاكت تايم بتاعه 20 ل 30 ثانية، لانه لو ما جفش وشكيت ممكن يعمل لي false result ويعمل prolonged bleeding time. يلا بقى ركز معايا كده، الثلاث طرق اللي هقولهم دلوقتي هتكلم على المكان والادوات والخطوات ومميزاتها وعيوبها والمعدل الطبيعي لكل طريقة. يلا بينا على الطريقة الاولى ودي الاقل دقة، finger tip method، دي احد طرق duck method. بالنسبة للمكان اللي هشك فيه، شايف ايديك في اطراف الاصابع دي، تمام؟ طيب هختار الصابع انه الوسطى او الخنصر لان دولت اقل صوابع استخدام، والميزة بتاعتهم ان هو بيكون طري شوية، مش زي الابهام والسبابة من كتر الاستخدام بيكون خشن فبالتالي يأثر في التحليل، وميزة كمان علشان ما يعوقش المريض في استخدامه بعد كده. خد بالك يا صديقي وانت بتشك المريض، حاول تشكه في ناحية الطرف شوية، يا يمين شوية يا شمال شوية، بلاش في المنتصف. طيب ايه الادوات اللازمة لطريقة الفينجر تيب ميثود؟ بص يا باشا، لابد يكون معاك طبعا مطهر، لابد يكون معاك قطنة، لابد يكون معاك فلتر بيبر، لابد يكون معاك لانسيت او سبيشال نيدل او بريك نيدل، وياريت لو اوتوميتد ديفايس. اخر اداة معانا واهم حاجة هي الستوب واتش. تعالى ندخل على الخطوات. الخطوات كالاتي، اولا هعمل ديسينفكشن، هطهر وهستنى يعني 20 ل 30 ثانية اللي هو الكونتاكت تايم بتاع الكحول، وبعد كده هعمل بريك، يعني هشكه، هعمل بانكتشر وغزة، تمام؟ وبالتالي هعمل انسيجن جرح. طيب العمق ايه بقى؟ حاجة خفيفة ولا حاجة تقيلة؟ قالك 3 مليمتر. طيب اظبط ال 3 مليمتر دي ازاي بالوغزة بتاعتي؟ هات اي حاجة شبه صلبة شوية وقعد جرب فيها واتدرب عليها. خد بالك الشكة لابد تكون رأسية وليست افقية ولا ميلة. اول ما تشك المريض في صبعه هتشغل على طول ستوب واتش، ساعة الايقاف. معاك فلتر بيبر، اول نقطة هتخرج هتعملها سواب، يعني هتمسحها كده. وخد بالك يا صديقي وانت بتمسح النقطة دي، نقطة الدم، خلي الفلتر بيبر تلمس نقطة الدم، بلاش الفلتر بيبر تلمس الجرح نفسه، لان لو لمست الجرح نفسه تعمل ديسلوج. يعني ايه ديسلوج؟ يعني هتشيل طبقة الصفائح اللي كانت بدأت تتكون وتقفل مكان الانسيجن، تالي الزمن هيزيد. وخد بالك برضو اوعى تعمل حركة بايخة زي اللي بنشوفها اللي هو بيقعد يعصر في صبعه ده ويضغط على صبعه. طب ما انت يا ابني لما تضغط على صبعه الدم هينزل اكتر. طيب كل 15 او كل 30 ثانية اشوف بالفلتر بيبر في دم طلع ولا لا، لحد ما اجي اشوف بالفلتر بيبر وملاقيش دم طلع، هنا بقى اوقف الستوب واتش. الوقت اللي موجود على الستوب واتش ده هو ده البليدينج تايم عن طريق الفينجر تيب ميثود.
طيب اكتب في تقريري ايه لو انا شغال؟ اولا هتكتب في تقريرك ان الطريقه اللي انت شغال بيها الفينجر تيب ميثود، تاني حاجه هتكتب المعدل الطبيعي اللي هو من دقيقه لثلاث دقائق. ايه مميزات الطريقه دي؟ اولا هي سهله وبسيطه. طيب عيوبها، اولا غالبا هتلاقيه قليل جدا وغير دقيقه، والتغيير في الإلاستيستي والمرونة بتاعة الصوابع كتيرة. أنا راجل فلاح فتلاقي إيديا خشنة شوية، أما حضرتك شغال بتبيع آيس كريم فتلاقي إيديك ناعمة شوية. آخر عيب ليها إن هي طريقة مش متعايرة كويس، يعني ممكن الشكة الدبس أو العمق يكون زايد شوية، وبالتالي زمن النسف يزيد، وممكن يكون الدبس أو العمق خفيف فزمن النسف يبقى قليل. تعالوا بينا على الطريقة التانية، وهي أحد طرق دوك ميثود، وهي في الإير لوب، شحمة الأذن. المكان زي ما اتفقنا شحمة الأذن في الإيدج، في الحافة بتاعة الأذن، وخليك تحت شوية كده. بالنسبة للأدوات اللازمة، نفس الأدوات اللي قلناها في الطريقة اللي فاتت الفينجر تيب ميثود. أما بالنسبة للخطوات، نفس الخطوات بالظبط اللي قلناها في الطريقة اللي فاتت الفينجر تيب ميثود. وبرضو لازم تكتب في التقرير بتاعك إن أنت شغال بالدوك ميثود الإير لوب ميثود، وهتقول المعدل الطبيعي بتاعك من 3 دقائق ل 5 دقائق. طيب مميزات الطريقة دي إيه؟ أولا هي أكثر دقة من الفينجر تيب ميثود. تاني حاجة الإير أو الأذن فيها abundant subcutaneous tissue، وفيها فاسكولاريتي كويسة، وتدفق الدم فيها مناسب جدا. لو جينا لعيوبها، فأولا هي مكان مش لطيف إن أنا أشك حد فيه، ومش مفضلة، وصعب أعمل لها ستاندرايزيشن. أخيرا ممكن تعمل وتسبب لارج لوكال هيماتوما. يلا ندخل على الطريقة الأخيرة والتالتة اي في ميثود. بالنسبة للمكان بقى، هات لنا كده دراع. أيوة شفت الدراع ده، شفت الساعد الفور ارم ده، المنطقة الداخلية اللي جوه دي. ايوه هنختار بقى منطقة ما فيهاش شعر، نو هير ونو فيزابل فينز، مفيش فيها اوردة باينة كده، مفيش فيه تاتو، مفيش فيه ندب لجرح او حروق، مفيش فيه تورمات او اي حاجة، لان كل الحاجات دي ممكن تأثر لي في الفاسكولاريتي والامداد الدموي في المنطقة دي. طيب بالنسبة للادوات، نفس الادوات بتاع الطريقتين اللي فاتوا الفينجر تيب ميثود والاير لوب ميثود، ولكن هنزود عليها سفيجمو مانومتر و اوتوميتد ديفايس. طبعا السفيجمو مانومتر اللي هو جهاز الضغط، والاوتوميتد ديفايس اللي هو اللانست اللي هشك بيها ولكنها اوتوميتد متعايره. هو انت مش بتشك، انت فقط بتضغط على الزرار بتاعها وهي بتشك. طيب ليه؟ علشان تعمل لك كات او جرح ستاندرايزد متعاير في الويدث والديبث، العمق والعرض. طيب بالنسبه للخطوات، اولا هنستعمل جهاز الضغط فوق تمام، وهنظبطه على 40. طيب ليه الجهاز الضغط مهم وليه اظبطه على 40؟ لان 40 ده ضغط مقارب لضغط الشعيرات الدموية، وبالتالي هتلاشى اي نشاط او فوران او خمول عند الشخص ده، كان ضغطه عالي او ضغطه واطي، فبالتالي هيأثر في نتيجة البليدنج تايم. لا، انا مثبت الضغط تماما عند 40، سواء كان هو جاي لسه من مشوار وسخن، او هو عنده مثلا هايبوتنشن وضغطه واطي. وهشكه هنا في الساعد في المنطقة دي شكتين او ثلاث شكات او اربع شكات، ولكن خلينا نقول شكتين. ما بين الشكة والتانية 5 سنتي، وما بين اول شكة من فوق هنا والمرفق خليه 5 سنتي. والشكاكة الاوتوميتد اللي هي الاوتوميتد ديفايس هتعمل لك ستاندرد سايزد انسيجن، جرح متعاير عمقه 3 مليمتر. كمل نفس الخطوات زي الطرق اللي فاتت بالظبط، وهمسح بالفلتر بيبر نقطة الدم وملمسي الجرح نفسه، واشوف كل 15 او كل 30 ثانية لغاية ما الفلتر بيبر ما يكونش فيها دم خالص، اوقف الستوب ووتش. اتفقنا هكتب في الريبورت بتاعي، التقرير بتاعي، الطريقة اللي انا شغال بيها ان هي اي في ميثود، عشان اعرف الدكتور او الطبيب المعالج ان انا شغال باعلى تكنيك معايا، واقول له المعدل الطبيعي بتاعي وهو من 3 ل 8 دقائق. بالنسبة لمميزات الطريقة دي، اتفقنا ان هي ستاندرد سايزد انسيجن، الجرح متعاير كويس جدا، ودي الطريقة المرجعية والاكثر دقة. اخر حاجة عيوب الطريقة دي، قال لك ان ممكن الجرح يقفل والنزيف يفضل لسه شغال تحت الجلد. تمام. المشكلة التانية فيها ان هي يعني اكثر عدوانية شوية من الطرق الاخرى، لان انت بتشك في الساعد هنا، الشك بتبقى رخمة شوية. انا خلصت حلقة النهاردة، عملي البليدنج تايم تيست.
دي المصادر بتاعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.